السلام عليكم. أولا بحب أشكر كل الناس اللي متابعيني وبتدعمني، شكرا لكم كلكم. النهاردة إن شاء الله هنرسم مع بعض وش عروسة بس بيضحك. أول حاجة عملتها حطيت دبابيس في الأربع اتجاهات للوش بمسافات متساوية، ووصلتهم بالخيوط عشان أقسم الوش على أربعة. هبدأ أرسم العين اليمين والعين الشمال في نفس المكان بالظبط، تحت الخط اللي بالعرض مباشرة. معايا الألوان السوفت باستل والألوان الأكواريل والألوان الخشب. طبعا الألوان الخشب مائية، تنزل في المية الأول عشان تمشي على القماش. هحط كده أماكن العيون بتاعتي، والعين طبعا عشان الوش بيضحك فالعين هتكون مقفولة بالشكل ده كده. بحاول اظبط اليمين زي الشمال بالظبط، يعني نفس الطول في نفس الاتجاه. المسافة ما بينهم ما تبقاش بعيدة قوي ولا تبقى قريبة قوي. بعدين هحط بطانة بيضة، هحاول اغمق شوية فوق العين بدرجة بيج وادمج معاها الابيض. بعدين باخد الاستيك ده بسيح بيه اللونين مع بعض. دي درجة بيج فاتحة بستخدمها كمان، احط تحت وفوق منها بزود ابيض. الأبيض اللي تحت ده عشان يبين لي الضحكة. بحدد مكان الأنف وبعدين ببدأ أرسم الفم، بسحبه قوي يمين وشمال عشان يديني الضحكة اللي أنا عاوزاها. طبعا أنا جربت الأول بره على ورق كذا مرة الشكل اللي أنا عاوز أرسمه قبل ما أرسم على القماش. بعدين هبدأ أحط الحواجب عند الخيوط كده، وحاول ان انا مرسمش الحاجب لون عريض لان بيطلع شكله مش حلو، فبحاول ان ناخد خطوط كده جنب بعض عشان تديني شكل شعرات الحاجب. وكل ما يكون القلم الخشب سنه رفيع هيدي شكل احلى، لو مفيش ممكن بفرشة رفيعة قوي ونعمل الحاجب. هنا هبدأ احط النقطتين اللي جوه العين اللي هما المفروض بيبقوا غامقين قوي، يا بني غامق او اسود. وبحدد النني بتاع العين او اللي هو بؤبؤ العين. طبعا العين مقفولة فجزء كبير منها مختفي تحت الجفون، بفتح فوق شوية تحت الحاجب مباشرة. وهنا بدمج اللون كمان تحت العين. بشتغل شوية كمان على الأنف، بديها بقع الدوق وبعدين بدمجها مع البيج. ومن الجناب كده بغمق شوية بالشكل ده كده. بعدين هنا هبدأ أعمل شكل اللسان، الشفايف اللي فوق اللي هي مسحوبة طبعا، الشفايف اللي تحت. هبدأ أدي لون للسان، لون فوشيا كده غامق، وبعدين أدي له لمعة ضوء وأدمج كل دوت طبعا بالقطن. هنا هبدأ أرسم سنتين وبعدين هغمق الجزء اللي متبقي بين الأسنان وبين اللسان اللي هو هيديني بقى عمق كده.
الشكل اللي احنا شايفينه. هنا بالأبيض هبدأ بقى ألون الأسنان. هنا هبدأ أستخدم الأكواريل بتاعتي، فرشة رفيعة خالص. هبدأ أخد لون أزرق فاتح وأشتغل بيه على العين. أحط بطانة الأول فاتحة وبعدين أغمق عليها. لو لسه متابعيني لغاية هنا متنسوش اللايك. ها، طبعا العين الشمال بشتغل عليها في نفس الوقت، يعني زي ما بحط في اليمين بحط في الشمال. هبدأ أغمق من فوق. طبعا العين بتبقى عاملة ظل، الجفن اللي فوق بيبقى عاطي ظل على بؤبؤ العين نفسه. كده انا بحط ظل على العين من فوق، باخد اسود وباخد ازرق غامق وبغمق الجزء العلوي من العين وبزود اسود في النص، في دايرة العين في النص اللي هي جزء منها مختفي برضو مع الجفون. هنا زودت اسود تاني في النص وزودت على الاطراف اللي باينه. هو جزء صغير قوي اللي متبقي، فانا بحاول اشتغل فيه بحرص عشان ما يطلعش على الجفون. يعني اعتقد كده معقول. هنبدأ بقى نعمل خط الجفن اللي فوق واسحبه كده بني مع اسود. بلاش نشتغل بكمية اسود كبيرة قوي عشان ما تبوظش الرسمة، يعني ممكن نحدد كده ببني الاول وبعدين لو ظابط معانا نزود عليه اسود. هبدأ اخد خطوط للرموش اللي هي زي ما قلنا قبل كده متبقاش خطوط مستقيمة لفوق، لأ بتبقى هي أصلا في الأصل شعراية فبيبقى ليها اتجاه كده وميل. وطبعا المهتم بتفاصيل أكتر هتلاقوا على بنترست تفاصيل رسم الرموش، رسم العيون، رسم كل جزء في الوش. يعني هتلاقوا فيديوهات مفصلة وهتلاقوا صور كتير اللي صح واللي غلط. يعني ممكن تحملوا الابليكيشن عندكو وتستخدموا بقى من عليه حاجات كتيرة هينفعكوا جدا، الناس اللي مهتمة طبعا. يعني هنا انا بزود الرمش من تحت، بعمل له سمك اكتر عشان الرمش زي ما قلنا هو شعراية فبتبقى سميكة من تحت وتبقى رفيعة من فوق، وبعمل رموش بسيطة قوي على الجفن اللي تحت، ما بتبقاش رموش كاملة وكتيرة وسميكة زي اللي فوق. لا، هنا بزود بتقل كمان الرموش اللي فوق وبديها سمك اكتر. يا رب تكون الصورة واضحة. هنا ده اللون البني، ده سوفت باستل. انا لما بملي الفرشة وبمشي عليه فبيديني درجة بني حلوة. هنا ده الفاتح اخدت منه بالفرشة الرفيعة وابتديت اعمل شعرات الحاجب، يعني اخد شعرات شعرات كده عشان يبقى شكل الحاجب طبيعي. زي ما قلنا الحاجب ما بيتعملش خط كده، انا في البداية كنت بعمله خط كده متلون فما كانش بيبقى طبيعي خالص وما كانش بيبقى حلو. لكن لما بيتعمل بالفرشة خطوط جنب بعض او بقلم الخشب يكون سنه رفيع قوي بيدي شكل جميل. بيكون طبيعي اكتر.
هنا هناخد الابيض اللي هو في علبة الاكوريل، وهنبدأ نعمل بيه اللي هو الجزء الابيض في العين. طبعا الابيض اللي مع الاكوريل ده بيبقى ناصع قوي وشكله بيظهر الرسمة، حتى انا بحط بيه بقعة الضوء الاخيرة اللي في العين، بحط نقطة ابيض هنا من جوه وبحطها على السنان. بيخلي بيضها ناصع. كده ببدأ ادمجها. طبعا لو الفرشة ما بتمشيش بحط نقطة مية، لو بتمشي في اللون خلاص. هنا بعمل درجة بيج زي ما انتوا شايفين، اخدت من البني مع الابيض اللي هو سايب، وببدأ اشتغل تاني على المناخير، ببدأ ادرج اللون عليها عشان اعمل ظل ونور عليها. ودرجة البيج الفاتحة دي ببدأ اعمل الحدود بتاعتها من تحت، اللي هو يعني كأن ظل ارتفاع الأنف على الشفايف. بدي ظل من الجنب وظل من تحت، بيبقى في ظل طبعا على الجزء اللي ما بين الأنف والشفايف. بحط هنا إضاءة كده على الشفة اللي فوق بالأبيض، وأدمجها على الشفة اللي تحت كمان. دخلت معاها البينك، هنا بالبني الغامق دوت ابتديت أأكد على العمق اللي جوه الفم شوية، يعني ابتديت أغمقه أكتر. كده زي ما انتوا شايفين عطى عمق أكتر. هنا هشتغل على اللسان شوية، احاول ان اعلى مكان فيه هيبقى فاتح وبقيته اغمق. ابتديت اعمل بقعة ضوء على الانف، واحط بقعة ضوء تاني على السنان، فاعلى جزء هيبقى باين من السنان عليه الضوء، يعني بنحط له ابيض. وعلى الأنف، بس طبعا على الأنف لازم يندمج شوية، وعلى الجزء اللي تحت الأنف بيبقى فيه كده إضاءة. هنا ببدأ اخد بلاشر وبحطه على الخدود بالشكل ده، بحط ابيض بالسوفت باستل وبعدين بدمجهم مع بعض. اخدت بيج وعملت خطين في نهاية الشفايف بالشكل ده كده. هنا بعمل تفتيح شوية
عجبتني لون العين من تحت طبعا، بس لان من فوق بتبقى غامقه. وبعدين باخد الابيض وبعمل بيه بقعة الضوء الاخيرة على العين. وطبعا ناخد بالنا ان لازم تكون في اتجاه واحد، يعني لو على الشمال في العين اليمين تبقى على الشمال في العين الشمال. وازود تاني بقعة الضوء على الاسنان. كده تقريبا نكون خلصنا يعني، بس فينيش اخير. اتمنى الفيديو ما يكونش طول عليكم، اتمنى تستفيدوا وتكونوا استفدتوا منه. اللي عنده اي سؤال ممكن يكتبه لي تحت في الكومنتس، وانا ان شاء الله ارد عليكم في اقرب وقت. وان شاء الله في اقرب فرصة نكمل مع بعض العروسة، ونشوفها هي بتكمل خطوة بخطوة، ونشوف طريقة جديدة للشعر غير الطريقة المعتادة. أشوفكم على خير المرة الجاية إن شاء الله.